بسم الله وعلى بركة الله، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في منافسات سن الثنايا مع هذه الأشواط المفتوحة. نتابع انطلاقات صباح هذا اليوم وضمن سباقنا المحلي الثاني، حيث نشاهد معكم هذه الانطلاقات والمنافسات الصباحية من على أرضية ميدان التحدي. نصل إلى خامس الأشواط، هو المنطلق والذي يسير بتحديات ولا أجمل نشاهدها مع هذا الصباح الجميل. خامس الأشواط خاصة بفئة البكار وسن الثنايا في صباح هذا اليوم، ومدار الخمسة كيلومتر هو المدار التنافسي إلى خط النهاية. نتابع مجريات هذا الشوط متابعينا الكرام، ونذهب مباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول لنتابع المقدمة، وهذه بيان على مقدمة الشوط بشعار هجن أم الزبار، يضمرها الصارم محمد بن بخيت بن برقان من يقدم لنا بيان إلى الصدارة مع أول ندى في انطلاقة هذا الشوط. بينما نتابع المركز الثاني ونشاهد في هذه اللحظات متابعينا الكرام الاسم القادم، هذه حربه اللي وصلت وخذت المركز الثاني بشعار هجن الشحانية ويديرها في عملية التضمير الصامل، فاران بن محمد بن قريع المري من يقدم لنا حربه على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز فنتابع التقدم في هذه اللحظات، يأتي من قبل جمايل اللي خذت المركز الثالث بشعار هجن الشحانية، ويتابعها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري في عملية التضمير. ناخذ المركز الرابع، نتابع الاسم القادم، وصلت أبعاد وخذت المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، ويتابعها أيضا الشبل جابر بن سالم بن فاران المري ويقدم لنا أبعاد على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع التقدم من الجانب اليمين، هناك شعار هجن الشحانية متواجد بانطلاقة مهمة، خذت المركز الخامس ويتابعها البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم انطلاقة مهمة مع خامس المراكز. هذا ندائنا الأول في منافسات الخمسة المراكز المتقدمة مع مسار خامس الأشواط والتحديات الجميلة في صباح هذا اليوم مع سن الثنايا. خلف المراكز الخمسة الأولى نتابع أيضا شعارات وأسماء قادمة ومنطلقة بتحدي وبإثارة وبمنافسة صباحية جميلة على ميدان الشحانية مع سن الثنايا. عودة إلى مقدمة الشوط، دائما وأبدا نعود إلى الصدارة وإلى مركز القمة، وهذا شعار هجن أم الزبار من يتصدر المشهد من خلال تقدم بيان على مقدمة الشوط. هذه بيان على المركز الأول حاملة لشعار هجن أم الزبار متقدمة مع الصدارة، ومن يتابعها الصارم محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا بيان على مقدمة الشوط على المركز الأول. بينما في المركز الثاني متقدمة مع هذه اللحظات المثيرة حربة من الجانب اليمين وتحمل للشعار العنابي شعار هجن الشحانية، تنطلق حربة بالمركز الثاني وبمتابعة فاران بن محمد بن قريع المري. بينما المركز الثالث التقدم اللي شاهده من خلال جمايل، خذت المركز الثالث من هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم فاران المري يقدم لنا جمايل في المركز الثالث. أما مع رابع المراكز فهذه مهمة في المركز الرابع من هجن الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل يقدم لنا مهمة مع المركز الرابع وخامس المراكز. وصلت في هذه اللحظات مهرة، خذت المركز الخامس بشعار هجن الشحانية وبقيادة الشبل جابر بن سالم فران المري يقدم لنا مهرة مع المركز الخامس. هذه الخماسية المتقدمة مشاهدينا الكرام مع هذا الانطلاق الجميل، غادرنا لوحة الاثنين كيلومتر ونتابع هذه المجموعة الخماسية التي تسير في مشهد جميل من مشاهد المنافسة والتحدي في عالم الأصايل، ولكن نتابع أيضا مجموعة كبيرة تتواجد خلف المراكز المذاعة نشاهدها من خلال مسار وتحديات هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل. عودتنا إلى الصدارة، ولا زال شعار هجن أم الزبار من يتصدر مع بيان في مقدمة وصدارة هذا الشوط منذ النداء الأول، ولا زالت بيان من تقود الأسماء ما شاء الله على أداء الجميل، وهنا الصارم
محمد بن بخيت بن برقان يتابع هذه الانطلاقة، يراقب بيان في مقدمة وصدارة هذا الشوط مع المركز الأول لوحة 1500 متر، وتعبر بيان بهذا الانطلاق الجميل. بينما في المركز الثاني جمايل من هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بسالب فاران المري تحركت مع ثالث المراكز مهرة، غيرت من موقعها من المركز الخامس إلى المركز الثالث بشعار هجن الشحانية بقيادة الشبل جابر بسالب فاران المري. المركز الرابع رابع المراكز هناك حربة من هجن الشحانية وبقيادة فاران بمحمد بن قريع المري، وخامس المراكز متواجدة مهمة من هجن الشحانية بقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. وصلت الأسماء وتحركت في هذه اللحظات الأسماء التي تسير خلف المراكز المذاعة، بدأت تقترب مع هذه اللحظات المثيرة، ونحن نقترب من البوابة مع الكيلو متر الأخير. يا سلام يا بيان، بيان بيان مشاهدين الأعزاء صامدة في مقدمة الشوط، مسيطرة حتى هذه اللحظة بشعار هجني أم الزبار بقيادة الصارم محمد بن بخيت بن برقان. يقدم الانطلاقة، يقدم بيان، يقدم هذا الأداء الممتاز مع سن الثنائي في صباح هذا اليوم. ولكن مع المركز الثاني تحركت مهرة من هجن الشحانية وقادمة بقوة بمتابعة الشبل جابر بسالب فران المري. ناخذ المركز الثالث ويتحرك شعار هجن الشحانية بجمايل مع ثالث المراكز بمتابعة الشبل جابر بسالب فران المري. والمركز الرابع وصلت الزهمة في أول ندى من هجن الشحانية بقيادة المشاغب القادم بزهمة في المركز الخامس والمركز الرابع، وخامس المراكز الفاتنة قادمة من هجن الشحانية بقيادة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله. العطية هذه الخماسية في الأمتار النهائية، ولكن بيان بيان لا زالت مع القمة، بيان مع المركز الأول، مهرة تحاول في اللحظات الأخيرة، والفاتنة قادمة قادمة بقوة من هجن الشحانية مع هذا التحدي الجميل في الثلاثية الذهبية. ولكن مهرة مهرة غيرت إلى الصدارة، الفاتنة الفاتنة ومهرة شعار هجن الشحانية بهذتين البطلتين على مقدمة الشوط. ما شاء الله على انطلاق مهرة 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 مع الفوز مع الناموس والانتصار. سلام لهجن الشحانية، سلام، شكرا الشبل جابر بسالب فران المري قدم لنا مهرة في هذا الأداء الممتاز. بينما الفاتنة من وصلت ثانيا من هجن الشحانية مع المشاغب، وثالث المراكز كانت بيان من هجن أم الزبار مع الصارم محمد بن بخيت بن برقان. المركز الرابع رابع المراكز كانت جمايل من هجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالب فران المري، وخامس المراكز كان الوصول من زهمة من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله. العطية هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا إلى فاضل في منافسات خامس الأشواط، ولكن مهرة هي البطلة المتوجة بناموس هذا الشوط، قاطع مسافة الخمسة كيلو متر في 8:09 66 من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وإلى من قادها الشبل جابر بسالب فران المري. بينما الفاتنة من وصلت ثانيا في زمن وقدرة 8:09 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وتهانينا للمشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما ثالث المراكز كان شعار هجن أم الزبار مع بيان في 8:11 بدون أجزاء من الثواني. تهانينا لهجن أم الزبار والمضمرها محمد بن بخيت بن برقان. هكذا مشاهدين الكرام خامس الأشواط انتهى، وشوطنا السادس ينطلق، والزميل صالح الكربي يتابع هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم.